موهبة قرآنية مميزة من بين مواهب عديدة سلطنا الضوء عليها في تقارير يومية. أيام الدين فخر الدين، عمره 12 عاما، يحفظ القرآن الكريم كاملا وبعض المتون العلمية، ويتميز بحفظه كذلك لأرقام الصفحات والآيات ومهارات عديدة سنحاول اكتشافها معا في اختبار يجريه مع فضيلة الشيخ محمود عكاوي. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. هذا فضل من الله عز وجل أكرمه به لولدنا أيام الدين، وسوف أتوجه إليه ببعض الأسئلة من كتاب الله عز وجل، وأسأله مستفتحا ببسم الله تعالى: اقرأ يا ولدي من صفحة 164 164 164، اعطنا رأس الآية، رأس الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية أول الصفحة: حق على ألا أقول على الله إلا الحق. أحسنت. الآية وسط الصفحة: وجاء السحرة فرعون. والآية آخر الصفحة: وألقي السحرة ساجدين. رقم الصورة. طب رقم هذه الآية آخر الصفحة؟ 120. مئة وعشرون، صحيح. نعم. رقم الصورة 7، سورة الأعراف. سورة الأعراف نزل في مكة المكرمة ولها 206 آية. سورة الأعراف يبدأ من جانب يسار وينتهي في جانب يمين، وهو يبدأ من صفحة 151 وينتهي في صفحة 176، وهذه الآية في جانب يسار. رقم الجزء، الجزء التاسع ورق الثاني من هذه الجزء، وفي هذه الصفحة 16 آية. الكلمة الآخرة التي في الآية أول الصفحة: إسرائيل. والكلمة الآخرة التي في الآية وسط الصفحة: الغالبين. والكلمة الآخرة التي في الآية آخر الصفحة: الساجدين. صحيح. طيب اقرأ، اقرأ من قول الله تعالى: حقيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. حسبك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. ونقول للإخوة المشاهدين حينما يسمعوا مثل هذا النوع أن يقولوا ويكثروا ما شاء الله. طيب اقرأ من الصفحة 286. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية أول الصفحة: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الآية وسط الصفحة: وإذا قرأت القرآن. والآية آخر الصفحة: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا. رقم السورة 17، سورة إسراء. سورة إسراء نزل في مكة المكرمة ولها 111 آية. سورة إسراء يبدأ من جانب يسار وينتهي في جانب يمين، ولها 6 أوراق، وهو يبدأ من صفحة 282 وينتهي في صفحة 293، وهذه الآية في جانب يسار. رقم الجزء، الجزء 15 ورق الثالث من هذه الجزء، والورق الثالث أيضا من سورة إسراء. الآية أول الصفحة. الكلمة الآخرة التي في الآية أول الصفحة: مدحورا.
والكلمة الآخرة التي في الآية وسط الصفحة مستورة، والكلمة الآخرة التي في الآية آخر الصفحة جديدة. حسبك ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب يا مدين، هل لك أن تعطينا الآية قبل أربع صفحات؟ رأس الصفحة قبل أربع صفحات، من جانب يمين، من جانب يمين الآية أول الصفحة، ثم إن ربك للذين عملوا السوء، ومن جانب يسار سبحان الذي أسرى بعبده. أيوة. نعم. والآية وسط الصفحة من جانب يسار، ادعوا إلى سبيل ربك، وآخرها إن الله مع الذين اتقوا. والآية ومن جانب يسار، ومن جانب يسار الآية وسط الصفحة، فإذا جاء وعد أولاهما، وآخرها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. رقم الصفحة من جانب يسار 282، ومن جانب يمين 281. حسبك، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طيب اقرأ من قول الله تعالى وقل لنا رقم الآية واسم السورة. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. ما رقم هذه الآية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رقم الآية 96. لا ليس 96، 97. 97. رقم الصفحة 140. صحيح. رقم السورة 6، سورة الأنعام. سورة الأنعام نزل في مكة المكرمة ولها 165 آية. سورة الأنعام يبدأ من جانب يسار وينتهي في جانب يسار أيضا، وهو يبدأ من صفحة 128 وينتهي في صفحة 150، وهذه الآية في جانب يسار. الآية أول الصفحة، إن الله فالق الحب والنوى. الآية وسط الصفحة، وهو الذي أنزل من السماء ماء. والآية آخر الصفحة، بديع السماوات والأرض. طيب بسم الله ما شاء الله. هل قرأت لنا من أول الصفحة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. سمعنا أنك تحفظ متن الأربعين النووية، هل أسمعتنا شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك علمنا أنك تترجمه إلى أربع لغات. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه،
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. ما شاء الله، فتح الله عليك وبارك الله بك ونفع بك إن شاء الله، وكنت بإذن الله تعالى نبراسا لمن في عمرك ليقتدي بك في حفظ كتاب الله عز وجل.